وطني الدعم ديال الحركة ديال 20 فبراير، لأنهم اللي تيعتقلوا المناضلين ديال الحركة ديال 20 فبراير راهم ما كيخلعوناش، لأن المناضلين صامدين سواء كانوا معانا أو لا كانوا داخل السجون، فالصمود هو الشعار ديالنا الأساسي، ونحن مستمرون في حركة 20 فبراير إلى أن يتم تحقيق الشعارات ديالها الأساسية، وهي الإطاحة بالاستبداد بالقهر بالظلم بالفساد، وبناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. إذن أيها الإخوان أيها الأخوات أيها الساكنة ديال هذا الدوار الصامت اللي هو الحي ديال العكاري، فنحن مستمرون على درب النضال من أجل تحقيق المطالب ديال الحركة ديال 20 فبراير. ومرة أخرى هنيئا لإدريس بوطرادة، هنيئا لنا جميعا، ولنواصل نضالنا من أجل الحقيقة حول شهداء حركة 20 فبراير، من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، ومن أجل إطلاق سراح الشعب المغربي برمته. وعاش الشعب المغربي، وعاش الشعب، عاش الشعب، عاش الشعب، عاش الشعب، عاش الشعب.